السلام عليكم ومرحبا بكم على قناه مرتك على الفيسبوك وعلى اليوتيوب في نوفا فيديو اللي تعتبر الفيديو الاولى في السيري والا تاع الفيديوهات هذه اللي متعلقه بتركيا اوروبا. الوغ الفيديو تاع اليوم متعلقه بكونستانتين والا الجيري اسطنبول اللي هي تركيا. الوغ نديماريو مع لي بروسيدور واش ديروا واش ما ديروش كيفاه حتى نجيبوا لو فيزا تاعكم تاع لا تركي وبيان سور في الايروبور كيفاه. الوغ نديماريو Et ce jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil d'extinction de la première cantilineuse. Avant de ne quitter, assurez-vous de l'emballer de la bord qui vous soit personnel. Le commandant, M. Badou et son équipage, va être satisfait de tout. Idem, démarrer directement, ma, le dossier pour la demande du visa à la Turquie. Alors, le visa تاع تركيا تعتبر من اسهل الفيزا يعني راهي سهله التاشيره تاعها ماهيش حاجه يعني تفاصيل الناس باش يجيبوها لكن في الاونه الاخيره لاحظنا ان القنصليه ولات دوموندي ان سي كونكري ولات دوموندي دي كاتيمون اللي هما لاكناس ولاكاسنوس يعني هذو المصوالح ما كانش في الباسات دوموندي بالنسبه للناس اللي يخدموا عادي اكسس الخضايا تخفي الجباي افيليس على كلاس وما تنساوش سيرتو الروتري تاع لورو بالنسبه للروتري تاع الديفيز حاولوا ما تديروش بزاف حاولوا ديروا 900 و800 تفتكم لارجون بالنسبه للي كوميرسون بيان سور يدفعوا الابليسيون تاع لاكازون تاعهم ويدفعوا تاع الستيلو ويدفعوا ثاني لو غولو دي بونكار تاعتنا ولو دو كوميرس افيك تخدكسيون اون فرونسي. بالنسبه للمصاريف تاع دوموند دي فيزا راها تروح بين 13000 دينار جزائري الى 16000 دينار جزائري على حسب الخدمات المقترحه من طرف الجيت واي. بالنسبه ايضا ليسونس تاع الجيت واي في مختلف الولايات يعني كاين واحد في ولايه عنابه قسنطينة الجزائر العاصمه وهران وايضا كاين ولايات اخرين فيهم في سيرفيس جيت واي. لاحظنا ثاني في الاونه الاخيره ان الجيت واي راها ولات كل رونديفو في بعض الولايات وذلك لكثرة الطلبات على الاشهره دونك السونتر ولا ياخذ بلي رونديفو اذا بغيتو ياخذ بلي رونديفو اللهم بارك رونديفو وراها سعر خوال رونديفو تاعهم اذا بغيتو سون رونديفو تروحو ديريكتومون تدفعو 8 ونص للساعتين ونص في الاشهره العاديه. بالنسبه طبعا للدوسي تاع لا دوموند فيزا تركي اون كومبليمون اون جينيرال الدوسي تاعها ماهوش حاجه ديفيسيل. حاجه ثانيه كنقولكم ليها في اتونسيون من الناس اللي حاطين في زانونس في فيسبوك اللي بروبوزيو لكم لي دوسي هذوك بالصور لانه دوسي 400 و 500 الف في الجوج سيرتو دركا ولات فيها حكايه لافيلياسيون معناها سيتي ديكلاراسيون دونك الناس اللي تلقى بابليكاسيون في فيسبوك والا في اي موقع اجتماعي والى موقع تواصل اجتماعي في قاف منها لانه هذوكم حيسكانيو لكم ويعطيكم بلاصه مدرحين وطبعا اذا فاق بكم لومباساد حتوليو في متابعه قضائيه وكذلك تحرم من طلب الفيزا لمده 5 سنوات. دونك هذا كان لو والا لا سيكسيون 1 اللي هي لا دوسي والا لا دوموند فيزا بور تركيا. دونك نكزو ديراكتومون باش نسراكم في الايروبور لا باف وكيفاه تعديو. Alors, ndimari doka ma la section ta aéroport et paf. Alors, pour l'aéroport et la paf, généralement, on mange très dérange pour bzaf. Qui trouve l'aéroport à Naba, Qsentina, Jazair ou Illa Wahran, rah demander alikum juste da عندكم l'euro. Ou hada makan, yani la plupart. Mais l'aéroport ta Constantine, tout lait que la police tahom, عندهم un mauvais caractère. Donc, de préférence, là, qu'un واحد من les directeurs ou les responsables de l'aéroport de Constantine, et aussi la police ou la PAF, mais il y a des choses qui sont méchantes parce que c'est méchant. Donc, pour l'aéroport et la PAF, Adi, vous avez un smart comme Adi, 300-400 euros, et 500 euros, ça dépend de la habitude. Mais vous pouvez vous dire que généralement, le maximum d'une salaire, c'est 5000 euros. D'ailleurs, il y a un cadre de l'aéroport de Constantine. D'ailleurs, nous avons une chose qui est en train de faire le vidéo, c'est 5000 euros. مين حيجيبها المواطن وانتم عاطينه جوست 100 اورو تاع شونج هنا ميساج الدوله كل يوم ما تقولوا 5000 اورو لو ماكسيموم طلعوا شويه في الشونج نحيوهم من 100 اورو توصلوا ديريكتومون لا تركي تدخلوا ديريكتومون تروحوا لا باف كاشيو كون فوق الفيزا تاعكم تخرجوا ديريكتومون لايروبور تخرجوا من لايروبور بيان سور تروحوا ديريكتومون الاوتوغار كاين ان بوس يعمل انفيرون 10 اورو 15 اورو هكذاك بس بالورو وتركبوا فيه يديكم ديريكتومون للسلطان احمد جو بونس. ثاني حاجه نتاع الموها باللي ايفيتيو تصرفوا من الايروبور باسكو الشونج تما راه طايح ايفيتيو تشريو لابيس من الايروبور باسكو لابيس تما راها غاليه. هذه بالنسبه لا سيكسيون ايروبور اي باف. ديماريو ديريكتومون مع لا سيكسيون تاع ترونسبورتاسيون. بالنسبه للترونسبورتاسيون حاولوا تعلموا بلي كاينه حاجه اسمها اسطنبول كارت. اسطنبول كارت هذه
تقدر تشريها بسيس تكشليرا تقدر تشارجيها تاني في الـ في الـ في لاباري دو شارجمون جينيرالمون لاباري دو شارجمون راني حطيت عليها ان تي فيديو باش على الاقل تعرفوا ابري كيفاه تشارجيوها وكيفاه تعملوها في الفيديو دونك بور لو تو دار اون جينيرال الناس اللي حابه تشري لي تيكي تاعها لازم عليكم تروحوا تدخلوا بعد في المترو بلا كارت هديه كاينه ري كاينه الو اسمها اوتوغار اوتوغار هذيك تخرج فيها تروح ديريكتومون وين كاين مترو اكيد قلت لكم في اوتوغار بلاكه كبيره مكتوب فيها مترو جينيرالمون مترو هذيك هي وين تشريو والا تقطعوا لي تيكي تاعكم بالنسبه للناس اللي حابين يقطعوا لي تيكي تاعهم الايديرنا تروحوا ديريكتومون تما دونك حنايا بالنسبه للترونسبورتاسيون راني وليت لكم الحاجه هذه ثاني حاجه كاينه مهمه نتعلموها الماكله الماكله جينيرالمون اذا كنت انت جاي هنايا حراك معناها راك حاب ديريكتومون تروح لايديرنا وتقطع بالمناسبه الفيديو الجاي راح في ايديرنا ان شاء الله نعطي لكم تما ابي في كيف يقطعوا الحراقه كيف الوضعيه كيف لا سيتياسيون اون جينيرال حتى تكونوا تعرفوا على الاقل المعلومات قبل ما تجيو دونك الفيديوهات تاعي كل كيما راكم تشوفوا راهم اش دي فول تقدروا تشوفوا عادي راح نلقوا فيه بزاف معلومات دونك بوغ الماكله كاين بلان ريستورون يبيعوا لكم دي بيتي ساندويتش لي بيتي ساندويتش هذوكم يعملوا من 4 5 6 7 حتى 8 تركيش ليرا معناها هنايا انت يا كحراد لازم عليك كلام باللي ايفو با تفز التصوار دونك هذه هي اسطنبول كارت باش تعرفوها هذه هي الاسطنبول كارت تشريها ب نسيت ها تشريها ب 6 تركيش ليرا دوكا دونك او برانسيب هذا هو الفيديو تاع اليوم على اسطنبول اسبيرون نكون حللتكم في معلومات نعدت لكم وترقبوا طبعا الفيديو الجاي اللي راح يتعلق ب ايديرنا ايديرنا كيف تقطع الحدود التركية الحدود اليونانيه نعطيكم معلومات عليها وبيان سير نولهكم الامور بزاف ان فو با ديروها كان معكم كالعاده مرتك الفيديو تاع اليوم يجيكم من اسطنبول الفيديو الجاي ان شاء الله راح يجيكم من ايديرنا الور الور نهرب هكذا نقول لكم تهلاو في رايكم والى اللقاء.